شو رح يغطي هذا الوركشوب؟ هذا الوركشوب عبارة عن فول داي حوالي 5 ساعات بقلبه 4 أو 5 سكشنز. كل سكشن عم يحكي عن شيء. رح أعطي إكزامبل. مثلاً رح نحكي شو هي التشانلز اللي لازم تستعملها لتمشي البزنس تبعك. مين هو جمهورك المستهدف اللي أنت بدك تفتش عليه أونلاين؟ وين تلاقيه؟ كيف تجذبه؟ شو لازم كيف تتواصل معه؟ كل هيدا حيكون باستراتيجية معينة حنتعلمها سوا خلال هيدا النهار.